وشوشة. كريم محمود عبد العزيز انا اول مره اتعامل معاه, سواء جميل قوي يعني اتعاملت معاه بس مش ما كانش الدور بتاعي يعني معاه في المسلسل كابوس. كنا بنشتغل مع بعض بس شغلنا ما كانش يعني قدام بعض, بس هو حد جميل جدا ومرح وكده ويضحك ويهزر وكده. وايتن اصلا صاحبتي وانا بحبها قوي, بس فيعني كل الناس اللي معايا في المسلسل بقوا صحابي جدا. هو الكرو والكاست كله اللي معانا جميل قوي, وكسبت ناس كتير قوي في المسلسل ده, بس يعني يتعرض خلاص بقى. مصطفى كان معانا في رجل وست ستات الجزء التاسع والعاشر, فانا اصلا عارفاه من ساعتها, ومجرد ما بيتكلم بيموتنا كلنا. هو اكتر حاجة كانت بتضحكني, هي ممكن تكون مش حاجة كوميدي بس اكتر حاجة كانت بتضحكني, انه احنا مثلا ساعات بنقعد بالشهرين واقفين مش بنصور, وفجأة وانا قاعدة كده في بيتنا فجأة الاقي مثلا استاذ وليد بيكلمني او كده, من احنا عندنا تصوير بجد وحشتوني اوي والله, بس نروح تحس ان انا داخله مكان جديد والشخصيه بقى خلاص انا فصلت اصلا يعني شهرين قاعده بقى خلاص فصلت, ونرجع بقى نقابل بعض زي كل اخبار ومش عارف ايه, بس ان احنا بقى كتير بس دي كانت اكتر حاجه بتضحكني. وشوشه الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل, الاشراف العام احمد الهواتي. www.washwasha.org